دكتور باسم، يعني هل فعلا يعني الاحتلال الإسرائيلي يحسب حساب المجتمع الدولي والمحاكم الدولية؟ شاهدنا ونشاهد دائما الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها في مناطق عديدة في فلسطين وخارج فلسطين أيضا. شوف، قد تكون دولة الاحتلال تمارس كل ما لديها من صلاحيات ومن قوة من قبل الإدارة الأمريكية في محاولة لدعم دولة الاحتلال والوقوف جنب أي إدانة أو ضد أي إدانة لدولة الاحتلال. إسرائيل أيضا لديها علاقات دبلوماسية كبيرة ولديها سفرات تستطيع من خلالهم أن تزور الكثير من الحقائق وأن تقلب الأمور على عكسها تماما وأن تظهر أنها هي الضحية وليس الجلد. لكن كل هذه الأمور وبالرغم من عدم احترام دولة الاحتلال للشرعية الدولية ولا قرارات الأمم المتحدة، إلا أن هناك الآن أصبح الأمر مختلف. هناك تخوف من قبل دولة الاحتلال من هذه المحكمة، وكان هناك شواهد قبل ذلك عندما هربت تريف ليفني من الأبواب الخلفية لهيثرو في لندن من أجل قبل خوفا من اعتقالها، وقيادات عسكرية أيضا و وزراء حرب سابقين ألغوا الكثير من الرحلات لدول أوروبية خوفا من الاعتقال. هناك دول يمكن لها أن تتعامل مع الأمر، وخصوصا الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي، أن تتعامل مع الأمر بشكل قانوني بحت. وبالتالي حتى العنجهية الإسرائيلية والدعم الأمريكي لدولة الاحتلال قد لا يفلح أو في حماية أو توفير الحماية لدولة لقادة أو زعماء دولة الاحتلال الذين قد تصدر بحقهم مذكرات اعتقال. أضف إلى ذلك أن في اليوم التالي لقرار المدعية العامة الجنائية أصدرت دولة الاحتلال قائمة بمتهمين من دولة الاحتلال أو شخصيات قد تكون على سلم أولويات الاعتقال، بنيامين نتنياهو، نفتالي بنت، ليبرمان، بني جانس، وحتى أفيف كوخافي قائد أركان وقيادات أركان أو لا على رأس عملهم ما زالوا، وحتى قيادات أركان ووزراء سابقين. وبالتالي الخوف وارد، وقد تفاجأ دولة الاحتلال بعملية اعتقال. لكن كل هذه الأمور بحاجة إلى متابعة. دولة الاحتلال تدرك تماما أن عدم متابعة مثل هذه القضايا وعدم العمل عليها بشكل كبير من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية بشكل سياسي والدبلوماسي وشكل قانوني وتقديم الأوراق الثبوتية من أجل إدانة دولة الاحتلال بمثل هذه الجرائم، لا يمكن أن تستمر هذه القضايا. لذلك تحاول دولة الاحتلال الكسب من المزيد من الوقت للضغط على الأقل على السلطة الفلسطينية، وهذا ما حصل فعليا عندما تحدث قادة دولة الاحتلال أنه لا يمكن أن تبقى السلطة الفلسطينية قائمة ويبقى زعيمها يتنقل بين البلدان وهو في نفس الوقت يقوم بعملية دانة لدولة الاحتلال والذهاب إلى محاكم جرائم الحرب، إما أن يذهب إلى المحكمة أو أن تنتهي السلطة. هذه التهديدات جزء من الرد الإسرائيلي ورد فعل الإسرائيلي على هذه القرارات. قد تنجح دولة الاحتلال كما نجحت في السابق في إقناع السلطة أو إجبار السلطة أو سميها ما شئت في سحب تقرير بولدستون قبل ذلك، وبالتالي قد تنجح هذه المرة، لكن الجهود يجب أن تبقى مستمرة، ويجب ألا نعتمد دائما على أن دولة الاحتلال هي فوق القانون وخارج القانون، ويجب وأنها قد لا تخشى من مثل هذه القرارات. لا، على العكس، دولة الاحتلال تخشى وتخاف، وهذا ما يؤكده تأجيل مثل هذه القرارات في غور الأردن والخادمة.